حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. خارجون من السجن يرون لأمهات المختطفين كيف عاشوا في المعتقل. تحت مبرر الخمس ميليشيا الحوثي تنهب مزارع مواطنين بمناطق بين الضالع وإب. خطة غريفيث لليمن في مراحلها الأخيرة. أهلا بكم. الأخبار المؤلمة القادمة من سجون ميليشيا الحوثي لا تتوقف، حيث تخرج من تلك الأماكن التي تحمل اسم السجون جثث لضحايا معتقلين ومخفيين قسرا، وعنون موقع الصحوة نت حول آخر الضحايا. وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون الحوثيين بصنعاء. ونقل الموقع عن مصادر مقربة من أسرة المختطف الدكتور محمد غراب أن غراب توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن المختطف توفي يوم الأحد في سجن الأمن السياسي بعد 3 سنوات مضت على اختطافه. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي أبلغت أسرة غراب أنه توفي بسبب الكوليرا في تغطية لجريمة القتل تحت التعذيب. يتابع الموقع: توفي العشرات من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، ويقبع آلاف المدنيين في سجون الحوثيين، ويتعرض المئات منهم إلى تعذيب وحشي. وفي موضوع متصل، أقامت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب جلسة الاستماع الثالثة لعدد من ضحايا التعذيب في سجون الميليشيا الانقلابية، وعنون موقع سبتمبر نت: أمهات المختطفين تستمع لضحايا التعذيب في سجون الميليشيا. وخلال الجلسة تم الاستماع للمختطفين المحررين يحيى الهيج ومعاذ الشميري والمختطف عبد الهادي الشامي المفرج عنهم مؤخرا من سجون الميليشيا الانقلابية. وعبر المختطفون المحررون عن المعاناة التي تلقوها في سجون الميليشيا الانقلابية خلال فترة الاختطاف، والتي تنوعت بين الحرب النفسية والتعذيب الجسدي. وقال المختطف المحرر يحيى الهيج: تعرضت للتعذيب حتى وصل بي الحال إلى أن كنت عاجزا عن الحركة، كما أننا تعرضنا للتعذيب النفسي الدائم مثل سماعنا لأصوات وأنين وصياح الذين يتعرضون للتعذيب أثناء التحقيق معهم. وأعطى المختطف المحرر الهيج لرابطة الأمهات بعض أسماء المختطفين الذين أدى بهم التعذيب في سجون الميليشيا إلى الشلل أو الأمراض النفسية. في ذكرى مذبحة هران، متى نفتح ملف المفقودين؟ تحت هذا العنوان كتب حسين الصوفي مقاله المنشور في موقع الحرف 28 مضيفا: صادف مساء أمس عشية تنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية أبشع جرائمها على الإطلاق، وذلك بعد أن وضعت نحو 73 مختطفا بينهم الزميلان عبد الله قابل ويوسف العيزري والسياسي اليمني القيادي في حزب الإصلاح أمين الرجوي أهدافا مباشرة للقتل أو دروعا بشرية في حديقة هران بمدينة ذمار، بعد أن تم تحويل حديقة الأطفال الوحيدة في ذمار إلى ثكنة عسكرية. وثقنا شهادات للعشرات أثبتت أن ميليشيا الحوثي كانت تستخدم الحديقة كمركز عسكري لتخزين وإدارة جرائم حربها ضد الشعب اليمني. والحديث عن مذبحة هران مؤلم للغاية، إنها الجريمة الأخطر التي ارتكبت ضدنا بوحشية مفرطة. توجب علينا كيمنيين خوض حرب مدى الدهر ضد هذه العصابة التي تعمدت ارتكاب هذه المذبحة بتلك الطريقة. ولعل ما أريد قوله في هذه الذكرى السنوية الثالثة للمذبحة البشعة هو إعادة مناشدة الحكومة الشرعية والجهات المعنية لفتح قناة تواصل أو خط ساخن يعمم لكل اليمنيين في الأرياف والمدن للإبلاغ عن الغائبين من أهاليهم وذويهم منذ بدء الحرب حتى انتهائها. وقد تتساءلون عن السبب، والسبب في غاية الألم هو أنني حين توثيق سلسلة الجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مذبحة هران بذمار تتبعت قصة ضحية مفترض من أهالي قرية هكر في عنس. أخرج الحوثيون جثة قالوا لأسرته أنه ابنهم، وقامت الأسرة بدفنه ثم استقبلت العزاء، وبعد 3 أيام
تفاجأت الأسرة أن ابنها في سجن الأمن السياسي وتم إطلاق سراحه، ووثقت شخصيا هذه التفاصيل. ولا يزال القبر في قرية هكر بمديرية عنس لجثة مجهولة حتى اليوم، ولا يزال السؤال المخيف بعد 3 سنوات: من صاحب هذا القبر؟ أي أسرة تنتظر خبر الفجيعة المؤجلة؟ يجري في محافظة إب ما يشبه المسلسل اليومي للنهب، حيث تقدم ميليشيات الحوثي على ممارسة أعمالها ضد الأهالي، وعنوان الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تنهب مزارع مواطنين بمناطق بين الضالع وإب بدعوى الخمس. وقال الموقع إن عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على نهب مزارع للمواطنين في وادي صناع بين محافظتي الضالع وإب. وقال سكان محليون للموقع بوست إن المسلحين الحوثيين أقدموا على نهب مزارعهم بدعوى الخمس بحسب حديثهم. يتابع الموقع: تشهد المناطق الواقعة بين محافظتي الضالع وإب في جبهة حمك والواقعة تحت سيطرة الحوثيين انتهاكات متواصلة تقوم بها الميليشيات، فيما فضلت أسر في تلك المناطق النزوح. تمتلئ عدن بالأسلحة المختلفة، ومع ذلك ما يزال هناك من يحاول إدخال أسلحة جديدة إليها. فوفقا لصحيفة الأيام، ضبط شحنة قذائف صاروخية قبل إدخالها إلى عدن. وقالت الصحيفة إن قوات أمنية تمكنت من ضبط شحنة من القذائف بقطاع صلاح الدين غربي عدن، حينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وقالت القوات إنها أوقفت سيارة هايلوكس عند نقطة مشهور كانت تحمل عددا من قذائف هاون نوع 85 وقذيفة عيار 165 وقذائف 2 بوصة وقذائف أخرى. بين عروبة النكبة ونكبة العروبة، تحت هذا العنوان كتب حسن شامي مقاله في الحياة اللندنية مضيفا في أجزاء منه: الأمور تغيرت على ما يبدو، لم يعد العرب كتلة عداء افتراضي مع الكيان الصهيوني، ولم تعد القضية الفلسطينية قضيتهم المركزية في معنى التعامل معها بمقتضى المسؤولية التاريخية والسياسية. لقد خرج العرب من واجهة الصراع وانتقلوا إلى مواقع وأدوار أخرى، وانسحابهم من هذا الموضوع هو انسحاب من عملية البناء السياسي المستقل. اجتماع وزراء خارجية الدول العربية قبل 3 أيام لا يشذ عن هذه الوجهة، فمطالباتهم بتشكيل لجنة دولية ذات صدقية للتحقيق في جرائم إسرائيل والمجزرة التي ارتكبتها على حدود غزة تبدو أكثر ارتباطاً بلعبة الحفاظ على ماء الوجه بالمقارنة مع المواقف والتصريحات والإجراءات التركية مثلاً. ونرجح أن هذه المطالبة ستبقى حبراً على ورق مثلها مثل المبادرة العربية، ولن يكون لها أي تأثير على مسار النزاع، بالأحرى على عملية وأد المسألة الفلسطينية جهاراً. وبلغة ترامبية لا ينقصها السفه ولا العتو، التباس الموقف العربي ليس جديدا، فبالعودة إلى النكبة كحدث نعلم أنه ليس دخول الجيوش العربية الحرب عام 1948 هو ما سبب نزوح الفلسطينيين عن أرضهم وبيوتهم، بل العكس هو الصحيح، أي أن النزوح الذي بدأ قبيل الإعلان عن نشأة دولة إسرائيل هو الذي استدعى دخول العرب الحرب وخسارتهم لها. من الضروري مراجعة العلاقة بين العرب والنكبة مراجعة نقدية. أصبحت اليمن بلاداً منسية، فالصراع وحده من يبرز على الساحة وتتناقله وسائل الإعلام في الداخل والخارج، في حين تغيب الرسالة الإعلامية التي تنقل قصص الوضع الإنساني في اليمن. هذا مفتتح تقرير نشره موقع المشاهد نت بعنوان: اليمن والمعوقات لوصول المساعدات الإنسانية. يفيد التقرير: الأعمال الإغاثية شحيحة ومرهونة بصحوة ضمير أطراف الصراع ليصبح اليمن بلدا منسيا ومحروما من الأشياء التي تمد سكانه بالحياة. يضيف التقرير الذي أعده نجيب العدوفي: حتى المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة تعمل باستحياء، وأغلب جهودها تسيطر عليه جهات لها نفوذ. ويقول أحد العاملين في منظمة إغاثية للمشاهد: لدينا برامج إغاثية في العديد من المناطق التي تشهد صراعات، لكننا نعاني من صعوبة وصولها إلى مستحقيها. وهناك أرقام مخيفة لزملاء تعرضوا للقتل أو الإصابة
أو الخطف، يضيف أن بعضا من أطراف الصراع تجبرنا على أن نسلم المعونات إليها وهي تتحمل مسؤولية توزيعها، وهذه جريمة، إلا أننا لا نملك أي خيار أمام عناصر مسلحة لا تفقه قوانين الحروب. الإدارة العامة للمنظمات بوزارة التخطيط بصنعاء تؤكد أن ظروف الحرب أجبرت جميع المنظمات الدولية في اليمن على التوجه نحو الأعمال الإغاثية كونها الأهم لتفادي الكارثة الإنسانية، وترى إدارة المنظمات أن الاحتياجات الإنسانية تفوق إمكانية المنظمات. إذا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. كيف استطاعت المرأة اليمنية الخروج من جو الحرب؟ ما معروف عن المرأة اليمنية في القدم وحاليا بأنها أكدت الحكومة اليمنية بأن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للدخول في أي تسويق. حمل الآن تطبيق بلقيس وكن في قلب الحدث. أهلا بكم من جديد. تقول صحيفة العرب الجديد إن خطة المبعوث الأممي إلى اليمن جاهزة وأنها ربما تعيد الاعتبار لمفاوضات السلام، وتعنون الصحيفة خطة جريفيث لليمن في مراحلها الأخيرة. وتقول التفاصيل إن التطورات المتسارعة في اليمن تعكس سباقا بين جبهات الحرب الساخنة على امتداد الساحل الغربي لليمن وصولا إلى المناطق الحدودية مع السعودية وبين جهود المبعوث الدولي إلى اليمن. تؤكد العربي أن مارتن جريفيث يستعد للإعلان عن إطار عمل لمفاوضات بين الأطراف اليمنية في يونيو المقبل في ظل تعقيدات تتعدى قطبي النزاع الشرعية والحوثيين. وكشفت مصادر يمنية قريبة من الأطر الدبلوماسية المعنية ومن مكتب الأمم المتحدة في اليمن في حديث مع العرب الجديد أن المبعوث الأممي وفريقه انتهوا من وضع التصورات الأولية والخطوط العريضة لخريطة طريق تعيد الأطراف اليمنية إلى المفاوضات، وهم يضعون حاليا اللمسات النهائية في الصيغة المقرر أن تقدم إلى مجلس الأمن الدولي. وكشفت المصادر اليمنية التي كانت على اطلاع على عدد من النقاشات خلال الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي في المنطقة أن ما يعمل عليه المبعوث أقرب إلى خريطة طريق تتضمن خطوات مؤدية للحلول المقترحة والتي تندرج في إطار ترتيبات التهدئة المفترض أن تسبق إطلاق أي عملية سلام. وأوضحت أنها تتناول التنازلات العسكرية المطلوبة من الحوثيين مقابل التنازلات السياسية المطلوبة من الحكومة الشرعية، وتتمثل بدعم وقف الحرب ودخول في حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف. إن الاحتلال هو ما نفعله، كنا نفعل ذلك منذ البداية ولم نقم برسم حدودنا أبدا، ولذلك بقينا في موقف التوسع والاحتلال كل الوقت. هذه فقرة من مقال كتبه الموسيقار والكاتب الإسرائيلي المقيم في الدنمارك جوناثان أوفيير، وقد ترجمته وأعادت نشره صحيفة الغد. الاحتلال هو ببساطة الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل، هذا ما نفعله، هذا هو اسمنا الأول. بالنظر وراء إلى العام 1947 نرى الأمم المتحدة وقد اقترحت خطة التقسيم التي خصصت أكثر من 55% من فلسطين الانتداب لسكان جدد في أغلبهم، والذين يشكلون ثلث السكان ويملكون حوالي 7% من الأراضي. وقد قبل النظام اليهودي الصهيوني تلك الخطة ولم يفعل الفلسطينيون، لكم هذا عجيب. على أي حال، كان من المفترض أن تكون هذه المنطقة كافية بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ أعني أننا قلنا نعم الذي أعلنت عليه الدولة، لكننا قمنا في ذلك الوقت بإخلاء أكثر من 200 قرية فلسطينية وهجرنا نحو 300,000 فلسطيني ثم واصلنا. وبحلول العام 1949 كان لدينا 78% من فلسطين وعدد أقل بكثير من الفلسطينيين،
شرح ديفيد بن غوريون ذات مرة العلاقة بين دستورنا غير الموجود وحدودنا غير المحددة للراحل نايم جلعادي الذي يتذكر بعد الهجوم الإسرائيلي على قرية كبيها الأردنية في تشرين الأول أكتوبر 1953 ذهب بن غوريون إلى المنفى الطوعي، واعتاد حزب العمل في ذلك الحين على تنظيم العديد من الرحلات بالحافلات لكي يذهب الناس لزيارته في منفاه الريفي حيث سيرون رئيس الوزراء السابق وهو يعمل في مزرعة الأغنام، لكن هذا كله كان للعرض فقط، وفي الحقيقة كان يكتب مذكراته ويواصل نشاطه من وراء الكواليس، وقد ذهبت في واحدة من هذه الجولات وقيل لنا ألا نحاول التحدث إلى بن غوريون، ولكن عندما رأيته سألته لماذا بما أن إسرائيل دولة ديمقراطية لديها برلمان ليس لها دستور؟ قال بن غوريون: انظر يا صبي، كان عمري 24 عاما في ذلك الوقت، إذا كان لدينا دستور فعلينا أن نكتب فيه حدود بلدنا، وهذه ليست حدودنا يا عزيزي. سألته: إذن أين هي تلك الحدود؟ قال: أينما وصل ساهال فهذه هي الحدود، وساهال هو الجيش الإسرائيلي. من بين الموضوعات العديدة التي تناولتها صحيفة الشرق الأوسط حول اليمن نطالع في أحدها الاحتكار الحوثي يهدد سوق الدواء. وقالت الصحيفة إن موظفين في القطاع الصحي باليمن حذروا من ارتفاع أسعار الدواء وتراجع نوعيته وسط إجراءات يتخذها وزير الصحة طه المتوكل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا. واتهم الموظفون الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للميليشيات في صنعاء والمعين من قبل الجماعة الحوثية بفتح الباب أمام قيادات في جماعته لتأسيس شركات خاصة لاستيراد الأدوية، إضافة إلى سماحه باستيراد أصناف دوائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات مقابل الحصول على رشاً ضخمة تصل إلى 20,000 دولار لقاء تسجيل الصنف الدوائي الواحد والسماح باستيراده. وكشفت المصادر عن إنشاء شركة جديدة لاستيراد الأدوية بتسهيل من المداني لصالح القيادي في الجماعة الحوثية دغسان أحمد دغسان المطلوب رقم 22 على لائحة تحالف دعم الشرعية وتاجر المبيدات والأسلحة الشهير، مشيرة إلى إدخال دغسان قبل أشهر شحنة من الأدوية إلى مناطق سيطرة الميليشيات برفقة شحنة مهربة من المبيدات. معركة السلوك الإيراني، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في جزء منه: واضح أننا في بدايات فصل جديد صعب فيما يتعلق بملف إيران مع أمريكا والمنطقة والعالم، فصل لا يمكن استبعاد هبوب الرياح الساخنة في بعض مراحله على غرار ما أوحت به الضربات الإسرائيلية العلنية على مواقع إيرانية في سوريا، خصوصا بعد الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان. وإذا كانت روسيا نجحت حتى الآن في برمجة الضربات وإبعاد شبح المواجهة الشاملة، فإن اللعبة قد تفلت من أيدي من يحاولون التحكم في خيوطها. يرجح أن تثبت الأيام أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا حين اعتبرت الاتفاق النووي انتصارا يظهر محدودية القدرة الأمريكية ويجيز الاستمرار في السلوك الإيراني السابق وتصعيده، وستظهر أن الصواريخ الإيرانية في يد الحوثيين كانت خطأ فادحا من جانب إيران التي أساءت تقدير الثقل من تستهدفهم. وقد تكون طهران أساءت أيضا القراءة في معاني أن يكون القرار الأمريكي في عهدة رجل اسمه دونالد ترامب يصعب التكهن بردود أفعاله والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه. إذن في جولتنا الخاصة بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لو فيغارو ما كتبته الصحفية إيزابيل لاسير حول الصفقة النووية وعنونت الصحيفة: كيف يغير انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية الأمور في الشرق الأوسط؟ وقالت الصحيفة إن موقف ترامب الجديد يعزز المحور الأمريكي الإسرائيلي السعودي ويضع التحالف الإيراني الروسي تحت الضغط، ويمكن أن يسبب ذلك تحولا في الصراعات التي تؤدي لخراب المنطقة. ففي يوليو 2015 وصفت الصفقة النووية الإيرانية بأنها نجاح دبلوماسي كبير يجب على الجميع الاستفادة منه بقيادة باراك أوباما المستعد لتقديم تنازلات كثيرة لتجنب صراع جديد في الشرق الأوسط.
فضلت الدول الموقعة إخفاء عيوب هذه الصفقة على الرغم من أن الاتفاق كان أفضل من الحرب، إلا أنه كان بمثابة حل وسط سيء ابتعد عن المطالب الأولية للمجتمع الدولي من خلال منح حق التخصيب لإيران. لكن قبل كل شيء، لم يكن للاتفاق النووي أي آثار جيدة يأملها الغربيون، فالانعكاس الجيوسياسي الكبير الذي توقعه أوباما لم يحدث. تضيف الصحيفة، بدلا من ديمقراطية السوق الإسلامية التي تم إدراجها في العولمة، فإن الجبهة الروسية الشيعية تتوغل في الشرق الأوسط، وقد استغرق الأمر أقل من 3 سنوات حتى خرج المارد السيء من الإبريق الذي سحقه حذاء دونالد ترامب. جولتنا المصورة نبدأها من صورة نشرتها الجارديان البريطانية، حيث يظهر صبي في تعز ينظر نحو الدم المسفوح عند باب جامع السعيد عقب اغتيال إمام وخطيب الجامع محمد الذبحاني قبل أيام، وصور من مناطق أخرى من العالم نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.